خلوني ان انا يعني اوجه لكم الشكر، معالي الامين العام واستاذي اللواء طلحه اللي احنا نقدره ونبجله ونحترمه لعلمه. يعني احنا من الجيل اللي اتعلمنا من، وانا يعني هتكلم الاول، اقول الهزيمه امتى؟ الهزيمة عندما تقبلها، الهزيمة عندما تقبلها. أنا عايز أقول لكم إن حالة الهزيمة كانت حدث هزيمة في الميدان العسكري، أنا بتكلم على 67، لكن خلي بالكم حالة التحدي القومي كانت يوم 9 يونيو عندما خرج المصريون 9 يونيو، مش كده؟ عندما تنحى الرئيس جمال عبد الناصر وقالوا لا. أنا عايز أقول إيه؟ ده كان أمر بالنسبة للواقعة، الواقعة الهائلة بتأثيراتها الضخمة جدا على مصر وعلى الجيش وعلى حتى الأمة العربية كلها، كان هائل. لكن بالرغم من كده المصريين خرجوا ومحدش يشوه الفكرة دي، لأن في ناس كتير يقول لك إيه دي كانت مترتبة، دي كانت مترتبة الخروج. لا، المصريين خرجوا عشان يقولوا ان مش قابلين الهزيمه والجيش خلصان والاسرائيليين موجودين في سيناء كلها. اذا اول نقطه عايز اقولها لكل من مهتم بالقضيه وعايز يعرفها، القضيه مش بدات في 73، القضيه بدات في اعقاب الضربه، في وسط حاله الالم والهزيمه خرج المصريين وقالوا لا احنا مش هن، واستحملوا من 67 ل 73 ظروف هائله وضخمه على كافه المستويات. صحيح كان في دعم عربي، لكن كل موارد مصر، كل موارد مصر تم تخصيصها لصالح المجهود الحربي. ولكم ان تدركوا ان الشعب المصري في الوقت ده كان يعني بيخرج يجيب حاجته بالطابور، بالطابور للناس اللي هي القضيه بتاعت الوعي اللي أنا أقصدها إيه؟ إن غياب المشاهدة، غياب الحضور اللي بيتكلم غير اللي عاش، فأنت عايز تقول للي بيسمع أنت ما شفتش ده، لازم حد يدوقهم، مش يعني يدوقهم بالحكاية بعمقها، حجم الجهد والإصرار اللي حطوه المصريين عشان رفضا للهزيمة. وأنا عايز أقول لكم ممكن يكون الكلام ده أدهش الإسرائيليين نفسهم، كانوا متوقعين إن الموضوع ده هيترتب عليه إن فعلا هيخرج من المشهد في مصر رئيس مصر. وهقول للناس في مصر تعرف إن كان أنا في تقديري، ويمكن ستلاقوا طلح يبقى يعني ياخد ودي معايا في دي، أنا كنت بعتبر إن أحد عناصر قوة الدولة الشاملة في مصر في ذلك الوقت هو شخص الرئيس، هو شخص الرئيس. وبالتالي كان تحدي آخر في سنة 70 عندما توفى الرئيس جمال عبد الناصر، ده كانت ضربة كبيرة جدا جدا وكانت قاسية جدا جدا على وجدان الشعب المصري. النقطة الثالثة اللي عايز أقولها في المسألة ديت، إن إحنا كنا بنتأثر بالبيئة الدولية اللي موجودة، وكان في صراع بين قوتين عظميتين، القوة متمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية والقوة الأخرى متمثلة في الاتحاد السوفيتي. لما أنا أقول لكم ده دلوقتي، أنت ما تقدرش، الجيل اللي معاش وشاف الحكاية ديت ما يقدرش يقول تأثيرها على مجريات الأحداث إيه؟ يعني كانت إلى حد ما، إلى حد ما أو إلى حد كبير يمكن، كانت بيقرر مصائر الدول على المباحثات اللي بتجريها هذه القوة العظمى اللي هي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. الكلام ده اتغير بعد 90 91 وحصل حاجات تطورات كتير، لكن في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده كان ده ليه تأثير كبير جدا على استعادة قدرتنا وبناء قدرتنا
اللي تمكننا من ان احنا نستكمل المهمة ونستعيد أرضنا. نقطة مهمة أوي أنا عايز أقولها، يعني نختلف مش مع كل اللي بيتكلم عن الموضوع. لو عشت ودقت الحالة من 67 ل 73 هتعرف إن مصر مش انتصرت، مصر قفزت. مصر قفزت ليه بقى؟ لما يكون في طرفين متساويين في القدرة وفي القوة، ومن ضمنها القوة المعنوية، المنتصر قوة المعنوية تختلف عن قوة المعنوية للمنهزم. فلما يكون القوة منهزمة وهي القوة المصرية في ذلك الوقت أو القوة العربية في ذلك الوقت، وحصل يعني تدمير كامل للقدرات العسكرية للجيوش وخاصة قدرة الجيش المصري. الكلام كان بيتقال وده موجود مشاهديا في الوقت ده، وتقال مصر تحتاج 50 سنة عشان إعادة بناء جيشها اللي تم تدميره. إذن اللي يستطيع في ظل الظروف دي كلها بالكامل، هزيمة كاملة، إحباط كامل، فقد للثقة، غياب لقائد كانوا هم متعودين عليه بقالهم 16 سنة من 52 ل 70، وكان له يعني كان بيعتبر رقم كبير جدا في معادلة القوة بتاعت الدولة المصرية ويمكن العربية. كل ده ويستطيع الجيش إن يكسر حاجز الخوف وعدم الثقة وفرق القوة، فرق القوة الضخم جدا ما بين ما لدينا وما لديهم. لا، ده ما كانش انتصار. انت بتتكلم على من أي منظور؟ انت الجسر الجوي الامريكي كان بينزل دبابات الام 60 في مطار العريش، ونلاقي الدبابات عامله 80 كيلو 100 كيلو بس الدبابات اللي هي اللي تم تعويض طائرات الفانتوم اللي سقطت في معركة المعارك كلها المنصورة والمعارك اللي تمت في الفترة ديت، وتآكل سلاح الطيران الإسرائيلي في المعركة ديت بالمفردات بتاعت القوة اللي كانت موجودة واللي كانت هي في الوقت ده لصالح إسرائيل. تمكن الجيش المصري بالفكر والتخطيط والتدريب والعزيمة والروح المعنوية إنه يحقق. لكن انت ما تيجي تقول النهارده ان يبقى في جسر جوي ضخم بيقول فيه ويتقال النهارده، من احنا بنقول الكلام ده مش بنستدعي حاله من يعني، لا ده احنا بنحكي ازاي نفهم الحكايه. لما يجي النهارده يقول كيسنجر في مذكراته ان كان القرار عدم السماح بهزيمه السلاح الغربي، يعني القرار على مستوى القوتين كان في حاجة إحنا بنتأثر بها تأثير كبير جداً جدا. وبالتالي بقول لكل من إحنا كدولة علينا دور، ودور نعمله بالموضوعية، لأن إحنا عايزين دايماً في تعاملنا بعد إذنكم إن إحنا نبقى دايماً الحق دايما ما حدش يقدر يعني يتغلب عليه، والصدق دايما ما حدش يقدر يتغلب عليه. فعايزين دايما واحنا بنتكلم كده عايزين تعرفوا الحكايه، ما ينفعش انك انت ترد عليها بعنوان تسمعه او بمقوله تتردد هنا ولا هنا. لازم تسمع وتقرا كويس لانها بلدك اذا كنت انت مهتم وعايز تعرف الحكايه. انا لما بقول أنا كان في الوقت ده عندي 13 سنة سنة 67، والله أنا فاكر كل حاجة اتعملت من شدوان لرأس العش للمدمرة إيلات لحرق الزيتية لبلوزة ورمانة، أي بيان اتقال في الوقت ده كنت أنا موثقه
جايب جرايده وحاططها بالإضافة للي بسمعه والكتب اللي خرجت تتكلم عن الوقائع دي كلها. أنا عايز كنت أتمنى، أنا قلت الكلام ده مرة قبل كده، في مقالة، مقالة واحدة من ضمن المقالات اللي اتقالت كان ضمن الخطة الخداع الاستراتيجي، كان كاتبها الكاتب الراحل المفكر العظيم محمد حسن هيكل، كان بيتكلم فيها عن محاولات الجيش المصري للعبور وإيه النتائج اللي ممكن تحصل فيها. أنا قرأت المقالة دي، كنت بقرأ في الوقت دوت كل المقالات اللي بتصدر عن الحرب والصراع اللي موجود وحرب الاستنزاف ومبادرة روجرز وكده. لما تقرأ المقالة دي، أنا جبتها لكم دلوقتي، شوف بعد هي بقى لها أكتر من 51 أو 52 سنة، لأن هي اتعملت في فترة ما بعد السبعينات، يعني بعد 71 72 في الفترة دي. لو جبت لكم المقالة وشفتوها وقريتوها هتعرفوا قد إيه حجم القفزة. والله لا أبالغ، مش عشان أنا مصري أو عشان أنا ضابط جيش، لا لا لا، ده ما كانش ممكن، ده ما كانش ممكن حد تاني يعملها إلا الجيش المصري في الوقت ده.